صادق مجلس الحكومة مساء اليوم الأحد على مشروع مرسوم يتعلق بإعلان حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني لمواجهة تفشي فيروس كورونا كوفيد-19. وأوضحت الحكومة في بلاغ لها عقب الاجتماع المنعقد صباح يوم الأحد أن هذا المرسوم الذي يندرج في إطار التدابير الوقائية الاستعجالية التي تتخذها السلطات العمومية من أجل الحد من تفشي جائحة فيروس كورونا يهدف إلى الإعلان عن حالة الطوارئ الصحية بسائر التراب الوطني ابتداء من 20 مارس الجاري في الساعة 6 مساء إلى غاية يوم 20 أبريل المقبل في الساعة 6 مساء. وأضاف ذات البلاغ أن هذا المشروع يؤهل السلطات العمومية المعنية لاتخاذ التدابير اللازمة من أجل عدم مغادرة الأشخاص لمحل سكنهم ومنع أي تنقل لكل شخص خارج محل سكنه إلا في حالة الضرورة القصوى، ومنع أي تجمع أو تجمهر أو اجتماع لمجموعة من الأشخاص، وإغلاق المحلات التجارية وغيرها من المؤسسات التي تستقبل العموم خلال فترة حالة الطوارئ الصحية المعلنة.